اللاعبة السويسرية. السويسرية إذن جيليا شتاين جروبر. ننتظر أداء مميز إن شاء الله. ترى كتلة الجسم تتحكم في الجهاز، كل ما كان الجسم صغير كان أفضل في الأداء والتسلسل الكرباتي الحركي من نعم. بار إلى بار. أذكر كابتن بدرية أن الصينية التي شاهدناها منذ قليل تان جاكزين حققت أفضل نتيجة 14.4، تأهلت هي الأولى أمام الرومانية لاريزا أندريا والبريطانية جابرييل جوب. 14.400 و14، هذا الثلاثي الذي تأهل أول يوم أمس. مثل ما قلت لك نتوقع للصينية أنها تكون من ضمن الثلاثة الأوائل. نعم. مثل ما شفنا هني اللاعبة السويسرية انتقالها دائما يكون في بعض التكاتف وصعوبة في تغيير اليد، مع أنها من الأساسيات والمتطلبات الأساسية، تغيير وضعية اليد من المسكة العادية للمسكة المختلطة أو المعكوسة. أي نعم. لازم هني ولازم يكون الدوران واللف والحركة الطيران من البار العويسر فيه انسيابية. نعم. هي في عندها بعض الصعوبات، عندها فتح تقوس بسيط عندها في الكوعين، بالإضافة إلى أنها في هذه الحركة اللي هي سميها اللف العرضي حول المحور. نعم. فيه عندها صعوبة يبين من خلال الأداء. إذن هذه جيليا شتاين جروبر السويسرية. ننتظر نتيجة السويسرية بعدها. صعوبات هدي، صعوبات هدي وإيه اللفتين اللي سوتهم ورا بعض دي وهم متطلب. وطبعا مسموح حق مدربها اثناء تأدية صعوبة وجود المدرب تحت البار عشان حمايتهم من السقوط. نعم. ديانا لورا بوليمار الرومانية هي التي ستكون التالية، ونتيجة السويسرية جيليا 13.825